مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. في فيديو اليوم راح افرجيكم تشكيله من الفساتين اللي شريتها للصيف. صار لي بشتريها، يعني مش كلها شريتها مره واحده، شريتها من بديت اشتري من اول شهر 5، من اول ما بدت تنزل الفساتين الحلوه للصيف. المحلات اللي شريت منها غالبيه من الفساتين اللي راح تشوفوها انا جايبها من راس. جبت فستان واحد من اولد نيفي وفستان واحد من تارجت، بس تارجت واولد نيفي، وبالصدفة يعني كنت جنب تارجت وجنب اولد نيفي ورحت، ولا انا عادة لما تيجي للاواعي واللبس تبعي راس هو مكاني المفضل لكل مشتريات اللبس سواء كانت توبس او فساتين. بس قبل لا نبلش في الفيديو بدي اذكركم انه تشتركوا في القناة بليز، وتعطوني لايك اذا اعجبكم المحتوى، وتشاركوا وتفعلوا جرس التنبيهات بعد اذنكم. شايفين الاواعي اللي وراي والمكان كيف معجوق؟ بدي افرجيكم كل الاشياء اللي جبتها الصيف هذا. جبت تشكيله بتجنن. انا في الصيف يا بنات بحب البس الفساتين اكثر، الشتاء والخريف بلجأ للبنطلونات بتكون ادفى واريح، بس في الصيف بحب كتير الفساتين والالوان ويعني هيك جو الصيف، يعني بكون ناطره طول السنه عشان فصل الصيف يجي عشان اجيب لي مجموعه حلوه من الفساتين والبسها طول الصيف. وانا يعني يمكن اشتري زياده يمكن ما اشتري زياده، بس اذا ما شريت زياده بفرجيكم كيف، مش كل القطع، بعض القطع كيف قطعه واحده بلبسها باكثر من شكل وبتبين كانها يعني طلعت فيها باكثر من، يعني بتبين كأنه أكثر من لبسة، مش هو فستان واحد لبسته بطرق مختلفة. أول فستان بجنن، مورد هيك وقماشته حلوة وناعمة مثل الحرير. الفستان هذا كان له حزام، شايفين مكان الحزام؟ هاي رح أقطعها، ما بدي الحزام. الحزام هو من نفس القماشة، شلت الحزام أنا ورح أربطه شبرة على راسي. طلع بجنن لما جربته، بياخد العقل. لو تشوفوا الفستان من ورا له شبرة كمان، فبدي الشبرة هيك تكون ورا، وبدي أحط شعري بشبرة اللي هي الحزام هذا. وعلى هو يعني طوله تقريبا تحت الركبة بشبر بالضبط هيك. الحلو اللي عليه مع انه شايفينه معجق ومورد وهيك، بس هيك والشنطة كمان معجقة، يعني عادة ما لما يكون عندي فستان هالقد معجق بلجأ لشنطة هيك خفيفة ويعني لون سادة، بس لا الشنطة هاي كمان رح ألبسها عليه معجق، بهيك بعمل اللبسة هاي كاجوال. وإذا بدي ألبسه بطريقة رسمي بغير الشنطة هاي، باخذ اللي هي بسموها الانفلوب كلتش، الشنطة بيضة مثل شكلها مثل الظرف هيك، ظرف البريد يعني، وبتكون إليجنت، صندل أبيض كعب عالي، بغير اللوك كله. لكن إذا بدي إياه كاجوال راح أخذ مع الشنطة هاي، وعندي صندل يعني هيك بسموه بلاتفورم هيك، نفس اللون هذا، لون الكامل كولر زي لون الجمل هيك. فهاي أول لبسة. الفستان الثاني هذا جبته من اولد نيفي، يعني موديله من هون بياخذ العقل، ناعم وحلو، قماشته ناعمه كثير، خرج صيف. الفستان هذا بيجي بالضبط لتحت الركبه بشوي صغيره. لبسته هذا هذيك المره على رحت فيه على البنك، بس افرجيكم كيف هذا بتقدري تلبسيه بطريقتين بتجنن. الطريقه اللي لبستها فيها وكانت يعني غريبه هيك، وكل البنات في البنك كانوا بيطلعوا علي ومبسوطين هيك على شكل الفستان. هو لونه ازرق فاتح مخطط مع ابيض. رحت جبت الشنطه هاي، الشنطه عندي من زمان يعني مش جديده هاي، بس شنطه قماش خرج تنلبس وتنحمل للصيف، والباترن تبعها يعني هي ابيض واسود، بس النقشه اللي عليها مش مثل هذا، بس اجت عليه بتجنن. لبست الشنطه عليه بالطريقه هاي كروس بادي عملته، والفستان حطيت عليه عشان اجيب اللون الاسود، لبست عليه الاقشاط الاسود هذا، ولبست الحلق
الحلق هذا لونه سيلفر، شوفوا الحلق هذا لونه فضي وهوبس هيك، فطلع اللبسة هاي طلعت بتجنن عن جد، كلها على بعضها. والشوز اللي كنت لابسه زي تاع بتعرفوا الباليرينا شوز اللي بدون كعب بالمرة وفي لمعة الأسود، هذا طلع عن جد لبسة بتاخد العقل، حلوة حلوة بشكل. طريقة تانية تلبسوها فيه، تحطوا عليه شاط بني وصندل بني ومثل هاي، فبتغير شكله تماما. الشنطة هاي بتكون كروس بادي، وشوفوا كيف شكلها عليه تاخد العقل. الفستان اللي بعده هذا فستان ماكسي، بس قماشته هيك مثل يعني مثل هيك عريضة من تحت، ووسطه هيك بجنن بجنن، له وسط ونصكم. بدي اكويه لانه هاي قلت لكم جايبه الاواعي هاي تقريبا من شهر، وانا كل فترة بجيب فستان فستان، بس كلهم ما علقتهم، كلهم كوماهم كوم هيك، ومقاسي انا فيهم كلهم ميديم. ف يعني وإله شوفوا هذا بجنن على اللبس عن جد، إله جيب هيك، شايفين كيف الجيب تبعته؟ هذا حلو حلو بشكل في اللبس، وخرج صيف بجنن. لونه هيك على بطيخي، يعني أحمر على أورنج هيك، كتير حلو لونه. الفستان اللي بعد هيك لونه هيك ليلكي، هو أطول يعني تحت الركبة بشبر ونص تقريبا، وإله ديزاين هيك من تحت، وجبت له الشنطة كمان ليلكي، بتاخد العقل بتجنن. يعني الفستان هذا لما تلبسيه بيصرخ أنوثة، حلو 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 على اللبس بشكل بيجنن عن جد. هذا أحلى إشي، لا كلهم حلوين، ما رح أقدر أقولكم هذا أحلى إشي لأنه كلهم حلوين، وقماشتهم ناعمة وبتجنن. الفستان اللي بعد هيك هذا كمان يا بنات من اولد نيفي، فمن اولد نيفي في فستانين مش فستان واحد، معلش قلت لكم في الاول. لو تنتبهوا في تحته سليب، تحته فستان ثاني هذا، عشان شفاف هو هيك شوي، بس قماشته بتجنن، والفستان اللي تحته كامل يعني لما تلبسيه هيك بغطي، ما ببطل انه شفاف هيك، بس شوفوا الحركه اللي على الصدر كيف ما احلاها، وبيجي بتقدر تضيق الوسط او بتقدر تخليه هيك واسع وبتزميه من هون. والحلو فيه يعني هو بيجي لتحت الركبة بشوي صغيرة، الحلو فيه انه طبقتين من تحت ناعم ناعم شكل. وانا بصراحة كنت بدور على فستان اسود سادة يكون ما في ولا اشي، بس موديله هيك ناعم وانثوي. ليش؟ لانه عن جد البس الشنطة هاي عليه، هاي الشنطة شريتها من المول، حلوة ناعمة كتير، بس بدها تلبس يا اما على اشي ابيض سادة او اسود سادة، بس انا بحسها كتير مع الاسود بتطلع احلى بكتير. وكمان على الفساتين البيضة بتجنن، انا عندي فساتين بيضة كتير، بس فساتين سودة هيك يعني ناعمة وانثوية ما في عندي كتير، بس هدول اثنين مع بعض مع صندل هيك ابيض بيجننوا، بيطلعوا كتير كتير حلوين. الفستان اللي بعده كمان قماشته هذا شوي هيك تقيلة وعلى قطن، كتير حلوة قماشته، وزرايره هيك لونهم بني، شايفين ما احلاهم، وعليه شاط بينك بلون الوردات. الوردات بتدرج بين بينك فاتح وبينك غامق، والوانه بتجنن، موديله كتير حلو. وهي طريقة الكمام تبعته حلوة حلوة بشكل. هاي بده يعني سنسال هيك وحلق، والشنطة تكون بسيطة جدا، يفضل انها تكون هيك مثل الانفلوب كلتش او المحفظة هاي اللي في الايد، عشان هو في شغل كتير الفستان هذا والالوان كتيرة، فبده اشي ناعم معه. الفستان اللي بعد هيك هذا احلى فستان انا كتير حبيته، هو على فكرة ميد ان انديا، صناعة الهند. شوفوا كيف شكله، بيجي لتحت الركبة بشوي صغيرة، بس بجنن بجنن، موديله كتير حلو، طلعوا ظهره كيف من ورا، شوفوا كيف قصة الظهر بتجنن. والأحلى من هذا كله أول ما شفته هيك وقماشته حلوة، ولو تشوفوا الوردات اللي فيه هاي بارزة،
لونهم هاي الأورنج اللي مثل الدمعة، هدول بارزين بتحسيهم لهم هيك تكستشر، وكمان الخطوط الأورنج هاي لها تكستشر. لما شفته وشفت انه ميدن انديا تذكرت انه عندي انا شنطة يمكن 4 سنين وطلعت معه بجن. نشوفه كيف هي معمولة من زي ما بعرف ايش الماتيريال تبعتها هاي، بس حلوة حلوة بشكله، وعلى الفستان هذا طالعين 2 مع بعض كأنهم طائم يعني. شوف الشنطة هاي كيف تيجي من جوا، كل مرة ألبسها وبخليها هاي الشنطة للصيف يعني، كل مرة ألبسها الكل بيوقفني وبسألني من وين الشنطة هاي. فتخيلوا كيف شكلها مع الفستان هذا وصندل هيك لونه بني مثل اللون هذا تقريبا، بيطلع أحلى لبسة للصيف. وهذا الفستان لونه أورنج وأزرق نيلي وأبيض، كتير حلو ألوانه على اللبس بتجنن. وحلو الفساتين مثل هاي، حلو انك تلبسي عليها مثلا جاكيت جينز، بيمشي مع يعني بيمشي، ممكن تلبسي جينز في الصيف ما في مشكلة، مش يعني تحسي انه الجينز خرج شتا وبس، لا بيلبس في الصيف. هاي فساتين مثل هيك حلو يلبس عليها جاكيتات جينز. هاي هو فستان قصير بس طويل شوي، يعني بيجي تحت الركبة تقريبا شبر ونص هيك، حلو يعني مع صندل ابيض كعب عالي، بيطلع شيك شيك بشكل. وشنطة كلتش، انا بدور على الشنط الكلتش هاي، الانفلوب انفلوب كلتش، بدور على اكثر من لون، بدي واحدة لونها ابيض، واحدة لونها اسود، وواحدة لونها بني، بحيث انه مع فساتين واشياء مثل هيك امسكها في ايدي هيك وتكون شكلها كتير حلو مرتب. الفستان اللي بعد هيك ناعم حلو خفيف، هذا لبسته تقريبا 3 مرات لحديت هلا. الحلو فيه انه شوفوا كيف بسيط، هو ما في اشي الوانه اولا بجن، بس الاحلى اشي فيه انه بينزم من هون، وله شبر على الجنب هذا وشبر على الجنب هذا، فكتير حلو ناعم، وهذا بينزل للركبة بالضبط. فبتلبسي على صنادل، انا لحديت هلا بلبسه على صنادل بني، وبلبسه بطريقه كاجوال، والشنط معظم الوقت كنت بلبسه بشيل معه الشنطه هاي. هلا الشنط هاي كتير نازله الموضه تاعتها، اشتريت كمان وحده من هالنوعيه هاي بفرجيكم اياها هلا. هاي الشنطه الثانيه اللي شريتها لحديت هلا ما لبستها، بس ان شاء الله راح البسها في الصيف هذا. شوف كيف ما احلاها، وب 19 دولار بس، 20 دولار يعني، فحلوة حلوة كتير وواسعة وبتشيل يعني بتشيل أغراض كتيرة. فهي هي موضة الشنط هلا، إذا بتشوفوا على إنستغرام وتيك توك الكل بيشيل من الشنط هاي. الفستان اللي بعد هيك هذا ناعم وخفيف، وهذا أخذته مقاسه أخذته لارج هذا. ليش؟ لانه حاطه له هيك فكره في راسي، جبته واسع وفضفاض، هو لحديت بيجي لحديت تحت الركبه بشوي صغيره هيك، الوانه بتجنن خفيف. بس افرجيكم ايش الفكره اللي عندي في راسي كيف البس الفستان هذا، خلينا افرجيكم هلا. اول ما شفت الفستان هذا تذكرت انه عندي قميص جينز، عندي اياه هذا من زمان، يمكن صار له عندي 3 سنين تقريبا. القميص الجينز هذا لو تشوفوه لونه هيك باهت وعلى صفار وفيه خيوط لونها بني، شايفين؟ والفستان فيه ورقات لونها بني، فعلى طول حطيت في بالي انه هدول اتنين رح يجوا مع بعض. وكمان تذكرت انه عندي حلق، اتطلعوا شوفوا الحلق بيجيب كل الالوان، ما بعرف انتم شايفين ولا لا، بيجيب كل الالوان اللي في الفستان مع خليني اجيب لكم اياها قريب. شوفوا كيف الاورنج والخضار يعني هذا، واللون اللي زي النحاسي، والجينز هون في الزراير تبعونه لونها على نحاسي، شايفين؟ فلبسته على بعض هذا بيطلع بجنن بجنن بجنن.
احلى لبسه هاي حقيقي فخمه بشكل. هي شوفوا هي كاجوال بس بتبينك نوع هذا من اللبس، ببينك انه انت عن جد عندك ذوق. تلبيق الالوان كان على بعض، الشكل هيك اللي بيطلع فيه اللبس كامل راح يطلع عن جد يعني شغله شيك على الاخر. ان شاء الله تكونوا شايفين، شوفوا مع الشنطة مع كل اشي. والقميص الجينز هذا حلو هيك انك تتني اكمامه تاني هيك لما تلبسيه مع الفستان، وهو طويل القميص، فشوفوا اللي ببين من الفستان اللي هو النتفة هاي اللي زي جاية زي الكشكش هيك من تحت، شايفينها؟ لا هاي لبسة بتجنن عن جد، حلوة أعجبتني كتير. هذا كمان فستان ماكسي، موديله تقريبا مثل موديل الفستان الأحمر اللي فرجيتكم إياه قبل، بيجي هيك واسع من تحت، قماشتهم بتجنن، بتخلي الجسم شكله حلو وبتعطي طول وبتعطي نحافة على فكرة. الكمام هيك نصكم، هذا كتير من هون واسع ومفتوح، بلبس تحته تانك توب لونه شايفين هيك لون البيج اللي على صفار شوي، بيطلع كتير حلو. وكمان له جيب مثل هداك، يعني موديله تقريبا مثل موديل هداك بالضبط، بس هاي نوع من الفساتين يعني انا متخيله ما لبستهم لسه ولا هذا ولا الفستان الثاني، بس انا متخيله هيك يعني هاي الفساتين جاي على بالي البس عليهم صندل، الصندل اللي مثل اللي فيه خيش هيك، واحط عليه برنيطه خيش، يعني بيطلع شكله كتير حلو. فيعني بدي مع عمري ما عندي من البرنيطات الخيش هاي تبعت الصيف، وعندي عريضه وعندي هيك مش عريضه كتير، فحابه البس منهم واشوف كيف يطلع شكلهم في الصيف. هذا اخر فستان عندي واكثر واحد متحمسه له عن جد، يعني هذا الستايل عمري ما لبسته قبل هيك، بس بحب يعني بين كل فتره وفتره وموسم هيك ادخل عنصر جديد في الازياء تبعتي تكون جديده علي. الفستان هذا مع انه طويل وماكسي وكم طويل، بس ماشته خفيفه وهو فستان صيفي مش شتوي، بس شوفوا كيف طريقته، يعني بتعرفوا الفساتين هاي اللي كانه الستايل هذا بدي اسميه، معلش يعني بدي اسميه ستايل غجري، بس انا قررت بما انه شايفين قد ايه هيك معجوق وفي تفاصيل كثيره والوان كثيره، بس انا كمان قررت انه عن جد مثل ما بقول الامريكان تو جو اول ذا واي، يعني اخليه لبس غجري غجري مظبوط، البسته وقسته بجنن، هذا الوانه وشكله بتاخذ العقل، وستايل جديد علي انا كثير حابه اعمل ستايل بما انه معجق اعجقه بزياده واخليه يعني اخليه يبين انه معجق. قررت انه احمل معه الشنطه، شوفوا هاي الشنطه كل الخرز اللي عليها في من الوان الفستان هذا، كل الخرز الموجوده على الشنطه هاي، ولون البني تبع الايد نفس لون البني اللي موجود في الفستان هذا. وكمان عندي هاي الشنطه عندي من زمان جبتها من المول، وكمان عندي هذا الحلق شايفينه، كمان الوانه خليني ابعد شوي، كمان الوان الحلق هاي من الوان الفستان بالضبط، ولما لبستهم كلهم ولبقتهم كلهم على بعض عن جد بيعطي شكل فعلا يعني غجري، بس حلو حلو، خرج روح على مصيف، طلعة في الليل في مصيف، مشي في السيري، يعني هو حلو 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 بشكل انا مش عن جد انا مش قادرة اوصف لكم قديه الفستان هذا حلو كتير. وقفت عنده هذا فترة ومتردد اخده ما اخده اخده ما اخده، بس احلى فستان طلع علي عن جد، هو واللي ملبقاه هو اياه كل الاشياء اللي ملبقاها عليه.
هذا كان كل إشي عندي يا بنات اليوم. هاي مجموعة الفساتين الصيف اللي جبتها، بتهيالي يمكن أكتفي الصيف هذا بكفي هاي الفساتين بزيادة يعني. هذا كان كل إشي عندي لليوم، بتمنى أنه تكون أعجبتكم التشكيلة اللي جبتها، وبتمنى أنه أكون يعني استوحيتوا منها لو حتى أفكار ألوان تطبيقات تلبيقات أشياء على بعض، وبتمنى أنه تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما أبدا أحلى الأوقات، وبشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.